حياكم الله مشاهدينا. مثل ما شفتوا معنا الحديث راح يكون عن حملة دراية وأيضا يعني مشاركة بنك الخليج في هذه الحملة. يسعدنا يكون معنا الأستاذ محمد الحبشي من بنك الخليج. مساك الله بالخير. حياك الله بالنور. يا هلا فيكم. يا هلا فيك. الله بالولوة. مسيكم بالخير ومسي المشاهدين. حياك الله. احنا يمكن قاعدين نتابع ويا المشاهدين على شاشات التلفزيون في الاماكن المختلفه الاعلان الخاص بحمله لنكن على درايه. اليوم بنك الخليج مشارك ومساهم في هذا الاعلان، خلينا نتكلم شوي عنه. طبعا حمله لنكن على درايه اسسها البنك المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف عشان يوعي العملاء ويوعيهم بحقوقهم وشلون يتعاملون مع البنوك ويعرفون شنو لهم وشنو اللي عليهم. طبعا مو بس بنك الخليج، جميع المصارف الكويتيه مشاركه في هذه الحمله. البوش على هذه الحمله صاير من كل المصارف، كل بنك يحاول يجتهد يوعي عملائه بطريقته. يعني شنو اهم المواضيع اللي تغطيها حمله الدرايه؟ حمله الدرايه عندها اكثر من موضوع، اكثر من العديد المواضيع صراحه. تغطي عمليه الاقتراض، البطاقات المصرفية، يعني تعطي حتى نصائح أمنية حق العملاء، الاستثمار والادخار، التمويل الشخصي، أكثر الموضوع يعني شاملة كل المواضيع المصرفية. نعم، يعني وجود هذه الحملة في هذا التوقيت أستاذ محمد جدا مهم، لأن اليوم الاحتيال وطرق الاحتيال صارت كثيرة، فخلنا نتعرف على أبرز الطرق اللي قاعد يستخدمونها اليوم. طبعا طرق الاحتيال يعني ما تخلص، كل يوم تطلع لك طريقة جديدة، بس خلينا نتكلم عن البيسكس اللي هم العمليات الطرق اللي اقول المبدئيه، اللي هي يوصل لك اس ام اس مشبوه، يوصل لك ايميل، يدق عليك واحد تليفون يقول لك. يعني مثلا اعطيك مثال، ايام كورونا استغلوها بموضوع انت مطعم ولا منطعم، بندز لك او تي بي، عطنا الاو تي بي وياخذون كل مدخراتك اللي بحسابك المصرفي. بعدين صارت الحين وزارة الداخلية يدق عليك واحد لابس عسكري، صح. طبعا مو من الكويت، صح. من خارج الكويت، ورني بطاقتك المدنية راح يوصل لك. هم نفس الطريقة الاو تي بي. الاو تي بي هو يعني اسهل طريقة ممكن ياخذ المحتال، ياخذ منها معلوماتك الشخصية ويدش على حسابك وياخذ كل اللي فيه. فعشان يعني نتجنب هذا الموضوع، اسهل شيء ممكن اقوله لا تشارك الاو تي بي ولا احد. يعني هو يوصل لك حق طريقه تدفع شيء معين فيوصل لك او تي بي حق جهه معنيه انت قاعد تسوي المعامله، اما يجيك من شخص غريب لا تشاركه اي احد. اي نعم. يمكن الحين المشاهدين اللي قاعد يتابعونا وكثير من الناس اللي تعرضوا للاحتيال او حتى الناس اللي ما تعرضوا حق الاحتيال قاعد يقول لك اول شيء انا شلون احمي نفسي، طرق الوقايه من هذا الاحتيال. طبعا قاعد يقولون لنا مثلا في ناس يعني نعرفهم وصارت معاهم يقول لك الاو تي بي ما وصلني وستيل باق من كرتي. صحيح، في طريقه حديثه، ما اقول لك جديده بس يعني انتشرت هذه السنه. في برامج تسوي سكرين شيرنج حق تليفونك، مثلا انت تنزلين برنامج في سكرين شيرنج. سكرين شيرنج فكرته انه شنو؟ اي شيء تسوينه بجهازك يبين عندي انا. أوه. عند المحتال، فهو ما يحتاج حتى منك الاو تي بي، ما يحتاج تعطينا احد. فهو من طريقه البرنامج هذا يدش على تليفونك، حتى مو بس بياناتك المصرفيه، حتى بياناتك الشخصيه، يقدر يدش على صور، يقدر يدش على النوت، يدش كل مكان. فهذه طريقه ثانيه، ويفضل انه واحد ما ينزل هذه البرامج نهائيا. اوكي. مشاركه الشاشه، سكرين ميرورنج مشاركه الشاشه. ابتعدوا عن هذه البرامج يعني خطورات بالبنوك، خطوراتها اكثر من فائدتها. نعم. بس اول خطوه، ارد على سؤالك، اول خطوه واحد تعرض لاحتيال على طول يرفع التليفون على البنك وقفه بطاقتي. من توقف البطاقه المحتال ما عنده ولا طريقه يصير انه ياخذ منها بياناتك المصرفيه او ياخذ من حسابك المصرفي. واذا قدم شكوى عند البنك، قدم شكوى ويا عندكم ورفعتوا الشكوى حق خلينا نقول مثلا الشؤون القانونيه، كذي بهالوضع هذا ممكن ترجع فلوسه؟ طبعا كل شكوى وشكوى يعني كل حاله غير. اول شيء قدم شكوى، يصير في عندنا تحقيق داخلي على كل عمليه صار فيها احتيال، واذا لاحق 100% يرد له. نعم. يعني الحين اذا شخص مثلا كبير بالسن او يمكن بطريقه معينه ما انتبه وشارك احد الاو تي بي هذا،
ممكن هني يتصل عليكم اول خطوه يسويها طبعًا علشان اي انا اسف رسالتي حق كبار السن مثل ما اقول البنك مستحيل يطلب اي معلومه مصرفيه. اتوقع احنا عرضنا او انتم عرضتوا اعلانات لحمله لك على دراية فيها في في رساله صغيره ان لا تشارك اي معلومه عن حسابك المصرفي، لان البنك مستحيل يدق عليك او اي جهه مستحيل تدق عليك تقول لك عطني رقم بطاقتك. هذا اصلا يعني مفروض يصير في توعيه ويصير في فكر ان هذا شيء اصلا مشبوه. انا هذه ارقام بطاقتي ما اعطيها حق ولا احد، لا سواء فعليا ان اعطي رقم بطاقه يعني مثل ما انت حضرتك قاعد قدامي اعطيك الارقام او على التليفون. لا تشارك هذه المعلومات نهائيا، وان شاء الله ان شاء الله ما تتعرض للاحتيال نهائيا. بس هي تصير بالتدريج، يعني الاتصال لما يجي يطلب اول شيء منك يستدرجك صح؟ يعني عند الاسم ياخذ رقم المدني، بعدها يطلب بيانات عاديه بسيطه خاصه فيك، بعدين ينتقل الى موضوع بعد ما تثق فيه من خلال الاتصال يعطيك موضوع البطاقه ويطلب منك باقي البيانات. مو هذا اللي بنوصله، انت قاعد تلاحظ ان ما في ولا جهه تدق عليك تقول لك عطنا رقمك المدني. يعني انت تدق مثلا داق على شركه اتصال، داق على بنك، يطلبون منك رقم مدني مثلا كطريقه من طريق ان طريقه يتعرفون ان هذا شخصك الصدي ولا بس ان شخص يدق عليك يقول لك عطني رقمك المدني ولا عطني اي نوع من انواع البيانات، هذا المفروض يصير في فكرنا هذا مشبوه. تاكد انا يعني على طاري اليوم هذا صار الموقف، احد من اهلي داش على انستغرام نعم، وكان حتى يعني الطريقه اللي داش فيها كانت وايد غريبه، يعني كان داش بالانجليزي وانجليزي رسمي زياده عن اللزوم. الشخص هذا دكتور، فيعني انا توقعت انه ممكن يكون هو. كانت الطريقه ان انا مشارك بمسابقه عن 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 رياده الاعمال وعن الانسانيه، فانا توقعت انه حتى ممكن يكون من مجال هذا الشخص انه يكون متدخل بهذا الموضوع. فانا على طول رفعت التليفون، الو صحيح هذا المسج صحيح منك؟ ونفى. فانا تاكدت 100% ان هذا شخص يحاول يبوق معلوماتي. طبعا يدز لك لينك، من اللينك يقول لك دش حط بياناتك، ادفع رسوم توصيل ولا ادفع شنو ما كان. يعني هو يدخل بحساب مو وهمي، حساب حقيقي عادي 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 يدش عليك. حتى من في طريقه اهم جديده، يدق عليك شخص فيديو وعادي يكون انا مثلا انا وبنفس صوتي فيديو ويكلمك ويقول لك مثلا انا بدز لك لينك انا كيت كيت كيت. فانت لازم تكون شوي يعني واعي، تطالع في اشياء مشبوهه بالفيديو، يعني في يستعملون الذكاء الصناعي صح. ففي شيء مشبوه بالطريقه مثلا انت تتعامل وياك اليوم، طبعا ما راح يدز لك لينك واحد غريب صح. انت ما عندك معامله بينك وبينه، فشوف في شيء غريب بالمكالمه بينك وبينه، في تصرف، في كلمات غريبه عليك، تاكد قبل لا تدفع اي لينك. صحيح. انتم شنو دوركم هني كبنك الخليج في حمله دراية؟ طبعا مثل ما قلت لك في وايد وايد طرق جديده بالاحتيال. طبعا هذول يعني اللي ما يخافوا ربهم ايه. كل يوم يطلع لك طريقه جديده، كل يوم يبتكر شيء جديد انه يقص على اتش في. مثلا اغلب في وايد ناس يطلبون اونلاين، فتلقين يدق عليك ويقول لك ما عاد شركه من شركات التوصيل، نبي بس تدفعين رسوم جمارك دينار. انت تقولين دينار، دينار ادفعه من الدينار يسحب، من الدينار يسحب 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 يسحب. فكل يوم يطلعون بطريقه جديده. فبنك الخليج كان حاول يدعم هذه الحمله، احنا سوينا استديو خاص فينا داخل البنك عشان كل ما تطلع طريقه جديده احنا ننزل فيديو جديد نوعي فيه الناس. اوكي. كل ما تجينا فكره شلون نوعي فيها الناس نسويها فيديو وننشرها بالتواصل الاجتماعي. نعم. فبنك الخليج قاعد يحاول يدعم هذه الحمله بكل الطرق، سواء ديجيتال يعني يسوي اشياء كونتنت حق الميديا، او حتى فيزيكال انه مثلا لما يسوي ايفنت يكون في عندنا بوث خاص بهذه الحمله نوعي بس نوعي فيها العملاء، نسوي مسابقات توعويه عشان نوعي العملاء. نعم استاذ محمد، يمكن في السنوات الاخيره كان انتشر موضوع انه يدخل عليك عن طريق الواتساب رقم انت مسيفه واحد من اصدقائك بنفس الاسلوب يكلمك ويطلب منك ان انا ابيك تدفع لي هاللينك او المبلغ المعين ابي سلف منك، وانت تعطيه بكل امان لانه نفس الاسلوب يكلمك. صح. اليوم شنو يعني من خلال هذه الحمله وقاعدين توعون الناس اكثر الطرق اللي الحين هاليومين منتشره بين الناس؟ الحين لما واحد يش عليك يقول لك ادفع لي لينك، انت اكيد هذا مو غريب عليك اذا دام نفس الاسلوب شخص تعرفه. خطوه واحده انت يعني ما راح ما راح تخسر شيء اذا دقيت على تليفون قلت له هذا الواتساب واصل منك انت ولا لا.
اذا كان ايه اوكي ما يعني بس في ناس ما تنتبه او تنحرج مثلا هذا هو لازم واحد ياخذ خطوه زياده بس عشان يحمي نفسه فانت اخذ هذه الخطوه تحمي حسابك يعني في ناس صارت لهم سوالف انه ميمع طول عمره على خطوه هذه الخطوه المكالمه راحوا كل المدخرات صح يبين عندكم بالبنك اذا رقم الاو تي بي هذا اللي تكتبون تحته دائما بالمسج يوصل بالضبط. ان لا تشاركه مع احد دائما هالتحذير صح. موجود صحيح. وهذا من ضمن حرص البنوك على حقوق عملائها وعلى مسؤوليتها صح. تجاه العملاء لكن هل ممكن ان تتم السرقه في حال ان يبين عندك انت كبنك الاو تي بي واصل بس هو مو واصل حق العميل ما يصير ان الاو تي بي ما يوصل حق العميل، دام رقمك مسجل على البنك راح يوصل لك او تي بي راح يوصل لك راح يوصل الاو تي بي هو بس اخذ الحيطه ولا تشاركها وانت يعني مثلا في يوصل لك مسج في لينك صح تلقين هذه صارت لنا كلنا اتوقع يعني ما اتكلم عن نفسي انا اتكلم عن نفسي اتكلم عن كل اللي قاعد يطالعون كل المشاهدين يوصل لك مسج من ايميل غريب @hotmail.com يوصل لك مسج في لينك هذه هم طريقه للاحتيال لا تضغط اللينك تفتح اللينك ممكن يدخل يعني انت تحاول تتجنبه بكل الطرق انت ما تدري ان هذا المحتال ايش كثر فنان من ناحيه الاي تي ومن ناحيه الهاكينج فانا تحاول اتجنبه من الاول دليت مسج انتهى الموضوع بس تعرف امهاتنا الكبار ما يدرون يفتح اللينك وخلاص هذا يعني احنا نوصل هذه الرساله اساس الناس الشباب مثلي ومثلكم يوصلون هذه الرساله حق اهاليهم حق الناس اللي ما يتابعون سوشيال ميديا مع ان احنا حتى يعني احنا مراعين كل الاعمار السنيه حتى حق الناس الكبار بالسن مثلا اللي متعودين يقرون جرايد حتى بالجرايد قاعد ننزل يعني نحاول كل الطرق ان نوعي الناس ما تقصرون هذه مغربه عليكم اكيد بنك الخليج دائما سباقين في حقوق العملاء ومسؤوليتكم اكيد تجاه حقوق العملاء اللي عندكم اكيد وقاعد نشوف هذه الحمله اللي نكون على درايه هي منتشره يعني داخل الكويت وتعاون بنك الخليج في هذا في كلمه استاذ محمد اخيره في نهايه اللقاء حاب تقولها اول شيء حاب اشكركم ما قصرتوا ثاني شيء حاب اشكر اتحاد المصارف و اتحاد المصارف والبنك المركزي على هذه الحمله اللي قاعد نشوف نتيجتها اليوم عندنا ببنك الخليج وباقي البنوك وقواكم الله الله يعطيك كل الشكر لك شرفتنا ونورتنا استاذ محمد الحبشي من بنك الخليج حياك الله احنا راح ننتقل ان شاء الله الى مواضيع ثانيه مواضيع ثانيه ان شاء الله في حلقتنا وعندنا مواضيع حلوه عبد الله ان شاء الله خلينا نشوفها بعد الفاصل نقول لهم شوي عشان ما يبعدون أكيد. لا تبعدون موضوعنا عن الاتيكيت والبروتوكول وحديث عميق مع ضيفتنا